وبعيدا عن الألقاب نتعرف عن حضرتك أكثر. من هو بشار أحمد جبل؟ شاب سوري جاء على دولة الإمارات مشان يشتغل. كيف كانت بدايتنا مع الأعمال الحرة داخل دولة الإمارات أستاذ بشار؟ أول ما جيت على دولة الإمارات أني أشتغل كموظف عادي، بعدين الطموح أنه خلاني أني أفتح شركة. حلو. يوم اللي جينا نشتغل في نفس المجال أو مجال ثاني؟ لا نفس المجال. نفس المجال. اليوم في عنا شركة اسمها جبال بيروت للنقل البري العام، تأسست سنة 2005. خلنا نحكي شوية عن هاي الشركة، الخدمات اللي بنقدمها احنا اليوم، شو الأشياء المتوفرة عنا اليوم؟ احنا عندنا مجال النقل لكل الدول العربية. حلو. يعني نقل البضائع من دولة الإمارات لجميع الدول، توزيع يعني برا دولة الإمارات من خلالنا. نعم. شو هاي البرودكت أو البضائع اللي احنا اليوم نوزعها برا؟ تقريبا هي الاساس هي مواد غذائيه، بس بالاضافه لبعض المواد الثانيه، بس الاساس هي مواد غذائيه. يعني حاولنا نركز اكثر على المواد الغذائيه. في عندنا التواصل مع الشركات برا، يعني احنا نوصل لهم الاغراض هذه. ايه، هلا احنا كشركه متعاملين مع داخل الامارات مع شركات مواد غذائيه، هي بتصدر لخارج الدوله لمعتمدين خارج الدوله، منها اللي من هون هي اسمها شركة تيفاني، إنها معتمدين خارج الدولة، فإحنا منوزع للمعتمدين بكل البلدان العربية. تتم عمليه النقل استاذ بشار يعني عبر البر؟ يعني اكيد في عندنا مراحل بندخل فيها، في اشياء في تصاريح ناخذها عشان نحاول انه نطلع برا. احنا المواد الغذائيه اكيد هون في شهادات منشأ، في شهادات صحه، لازم كنظام الدوله انه شغله مضبوطه، يعني ما فيها اي مشاكل. يعني والمعتمدين اللي خارج الدوله بكل يعني شهريا لهم اوردر محدد، انه كطلب يعني محدد انه يوصلوا لهم اياه كل شهر. كصعوبات يعني القرارات، كقرارات تتغير من فتره لفتره، حروب او شيء، يعني هذا اللي بياثر على القطاع النقل. يعني حلو، غير هيك احنا ماشيين في السليم، كل اشي تمام كامور في الدولة، امور جيدة جدا يعني. حلو. هلا استاذ بشار، صارنا من سنة 2005 لليوم ما شاء الله متواصلين في مجال شغلنا، يمكن واجهتنا بعض الصعوبات بس تخطيناها، بس اهم اشي في هالصعوبات هذه ما نفقد ثقة الكاستمر اللي عندنا. اليوم احنا كيف يعني كيف تعاملنا مع الكاستمر، كيف كسبنا ثقة هاي الناس او الشركات اللي نتعامل معها؟ أول شيء هو صدق، لازم أنك تكون صادق مع العميل تبعك لحتى أنه تقدر تستمر. الثقة، السرعة، سرعة الإنجاز، هاي هي. ما في تأخير يمكن كمان في المواعيد، نسلم الأوردر تبعنا في نفس في الوقت المحدد؟ لا، التأخير إذا بكون في مشاكل روتين في الحدود. حلو. أكثر من هيك لا. تمام، اكيد ما راح نوقف في المجال في المرحله هذه، في عندنا مراحل ان شاء الله قادمه حاطينها في بيننا. لا اكيد، هي ما مر على يعني على البلاد يعني اوضاع صعبه جدا يعني تخطيناها، مره بيرتفع المعدل مره بينزل، هاي شيء طبيعي، حروب اكيد، مشاكل بين الدول او شيء، بس الامور يعني بظلها سالكه لانه دوله الامارات هي دوله محوريه، فأكثر البضائع اللي بتكون هون هي اللي بتصدر لخارج برا الدولة. صح، يعني كل الدول المحيطة بحاجة للشيء الموجود هون في دولة الإمارات. حلو أستاذ بشار، بس خلينا نعرف السادة المشاهدين عن موقع المكتب تبعنا، وين موجود بإمارة دبي؟
في دبي في منطقة العوير داخل ساحة الجمارك. بس خلينا نعرف سيد المشاهدين احنا شو بنطلع برا دولة الامارات بالضبط من مواد التغذية المواد الغذائية زي ما حدردشنا قبل اللقاء شوية، بس خلينا نعرفهم يعني اللي بيكون في مجالك لما يشوفوا الفيديو ان شاء الله بيتواصلوا مع حضرتك. خبرتك انه احنا اكثر مجالنا في المواد الغذائية كشوكولاتة كمايونيز كجميع المواد يعني الاشياء الروتينية تبع التعامل اليومي جميع المواد الغذائية. حلو يا سيدي، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله ونشوف جبل بيروت للنقل البري العام مو بس بدولة الامارات، كل دولة الامارات إنها فروع وبرا دولة الإمارات. خلينا ننتقل شوي لدولة الإمارات اليوم، دولة الأمن والأمان اللي وفرت لنا خلينا نحكي كل سبل الراحة. اليوم أنت من سنة 2005 وهذا إشي يعني ثابت معك تشتغل في نفس الشغلة تبعك، صح في أب أند داون بس إنه المجال بعدنا متواصلين فيه. أكيد ما دولة الإمارات ما راح إنه موضوع إنه يوقف شغل أو كذا، بالعكس تصاعد. قلت لك أنا بتمر أزمات بس ما في توقف. ليش؟ لأنه دولة الإمارات محورية بهذا الموضوع، يعني كل شيء شركات في العالم موجودة هنا في دبي، فما في توقف الحمد لله. هذا الإشي نعمة يمكن عند ربي للمواطنين والمقيمين. أكيد. كمان ما ننسى شيخ دولة الإمارات اللي هما باذلين الجهد في الإشي هذا عشان يوفروا لنا كل الراحة وكل المعيشة اللي إحنا بنحتاجها اليوم، فهما أكيد بيحتاجوا منا كلمة شكر. احنا اول شيء المؤسسين لدولة الامارات الشيخ زايد الله يرحمه والشيخ راشد آل مكتوم، ونشكر الشيوخ اللي هلا حاكمين اللي أكيد. هم الشيخ خليفة بن زايد الله يطول بعمره والشيخ محمد بن راشد، وجهودهم يعني جبارة على المستوى كامل يعني اكيد، والله يوفقهم أجمعين يا رب. شكر خاص للي قايمين على دولة الإمارات فردا فردا، شكر خاص إليك أستاذ بشار كمان على اللقاء الرائع. بس قبل أن ننهي اللقاء أكيد في عندك أشخاص ساندوك في مسيرتك المهنية أو حياتك الشخصية كمان، أحد من الأصحاب من الأهل حاب تقول له شكرا اليوم؟ شكر. يمكن دعم معنوي وأكثر من دعم مادي. شكر لوالدي أول شيء، أصحاب كثير يعني من جميع الجنسيات يعني احنا ما بننسى ان شاء الله الفضل تبعهم. اكيد. برجع وبشكرك مره ثانيه استاذ بشار، اليوم احنا موجودين في شركه جبال بيروت للنقل البري العام، والتركيز تبعنا دائما على المواد الغذائيه اكثر من اشياء ثانيه، لانه يعني ما بتوقف، هي جزء شغلات كثير توقف بس المواد الغذائيه ما بتوقف. اكيد هي حياه ناس. اكيد. اكيد. يلا يا سيدي نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. تشرفنا فيكم اعزائي المشاهدين، الى هنا تنتهي حلقتنا لليوم، دمتم بخير وفي امان الله.